يلا بينا نبدأ. جاهزين؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله. ما زلنا مع منزلة التوكل والفهم عن الله وقاعدة جديدة من قواعد الحياة. الحلقة دي أنا بحبها جدا، اسمها التوكل والأسباب. أولا التوكل ده حاجة رائعة جدا. أنا والله العظيم أنا مش عارف الناس إزاي عايشة من غير توكل. والله العظيم مسكين اللي عايش في الدنيا من غير توكل. ليه يا ابني كده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ أنت قد الدنيا؟ أنت كده داخل بصدرك في الدنيا لوحدك، هتتقطع هتتكسر. يعني معادلة صعبة ليه تحلها لوحدك؟ الحياة معادلة صعبة، ليه عايز تحلها؟ ما تدخل ربنا معاك يا أخي ويبقى هو سندك، وهو اللي بيعرض عليك إنه يبقى وكيل. وهو مش كفاية عليك الآية الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو كل حاجة، هو كل حاجة. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه عايش لوحدك؟ صعب جدا جدا جدا. الناس بتروح عايزة تاخد توكيل مرسيدس عليه. يدفع، تخيل عشان تاخد توكيل مرسيدس محتاج ايه؟ تدفع فلوس رهيبة وتبذل مجهود رهيب وسي في رهيبة و و و عشان تاخد توكيل براند من براندات اللبس ولا حاجة، مجهود رهيب مش كده؟ توكل على الله بكلمة بالقلب، حسبي الله ونعم الوكيل، وكلتك يا رب. هو رب العالمين براندات ايه؟ ومع ذلك اسهل بكتير. التانية عملية شقة جدا جدا جدا، التوكل على الله. هو اللي بيعرض عليك، هو اللي بيعرض عليك من يقبلني وكيلا. النهاردة مشكلة التوكل في حاجة أساسية، إن هما حاجتين عكس بعض. يعني إيه حاجتين؟ حاجة في الظاهر وحاجة في الباطن. الباطن إيه أو اللي جوه إيه؟ متوكل. والظاهر إيه؟ بجري على الأسباب، وربنا اللي أمرك تجري على الأسباب. هروح للأستاذ فلان علشان يشغلني، بشر من الأسباب، بشر. هعتمد على فلوسي وممتلكاتي، أشياء. هعتمد على قدراتي وذكائي. مش هما دول الثلاث حاجات الأسباب؟ ما هي كلمة الأسباب الأخذ بالأسباب، ثلاث حاجات دول. يا إما ناس هتلجأ لها، يا إما ممتلكات عندك، يا إما قدرات شخصية عندك. دول اسمهم أسباب في الدين الإسلامي. المشكلة إيه؟ اللي تلعكس وقت جوه ربنا وبس، برة جري على الأسباب وربنا بيقولك اعمل الاثنين. إنما هي النقطة الكبيرة، مين اللي هيسوق؟ مين سايق مين؟ مين اللي بيقود؟ التوكل هو اللي قائد والأسباب وسيلة تول، ولا الأسباب هي اللي قيداك في الحقيقة والتوكل ده مجرد كلام أو أنت أصلا نسيته؟ الحدوتة دي هي حلقة النهاردة. فإحنا هنعمل إيه؟ هنرسم اتنين سيناريو. السيناريو الأولاني من علم النفس الإيجابي، بيحصل إيه في العقل الباطن لما يكون عنده احتياجات ومحتاج الأسباب تساعده وما فيش توكل. والسيناريو الثاني نفس السيناريو الاولاني لو دخلنا عليه التوكل. حلو الفكره؟ حلو جدا. فالنص الاولاني كله علم نفس. يلا بينا تبدا الموضوع بايه. طبعا انا بقول وكندا رسمت الخطوات، لان علم النفس بيقول لك عقلك الباطن لما بيكون عندك احتياجات بيمر بسبع خطوات. الخطوه الاولى احتياجات، احتياجات، احتياجات. من ساعه ما بنصحى من النوم لغايه ما بننام بالليل عندنا احتياجات، وعايز اكل وعايز اشرب وعايز احب وعايز اتجوز وعايز اشتغل وعايز انجح وعايز اقول احتياجات 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 احتياجات. يجري العقل الباطن، يبقى دي ايه الخطوه الاولى. يجري العقل الباطن عايز البي الاحتياجات فيدور على الاسباب. السيناريو الاولاني ما فيهوش توكل، ماشي؟ هو كلام علم النفس بالنص. يجري على فين؟ على الأسباب، علشان يحقق الأسباب زي ما قلنا هما الثلاث حاجات دول. تمام؟ نجحت الأسباب وحققت الاحتياج مرة واثنين وثلاثة، يحصل إيه في العقل الباطن؟ تعلق شديد بالأسباب. ويديها value، قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. يضخم العقل الباطن، بيعمل كده، يضخم الأسباب. فاهمين الفكرة؟ ويتعلق قوي قوي قوي. أنا من غير الدكتور الفلاني ما أعرفش صحتي وصحة ولادي يحصل فيها إيه. أحياناً السبب بيبقى هو في الآخر هو الهدف. بالضبط، يتحول السبب إنه هو الهدف، في حين إنه هو مجرد وسيلة. تعلق رهيب وقيمة، يتدي له قيمة عقلك الباطن، يضخمه عن حقيقته. أيوة، بس مش كده. أنا من غير المحامي الفلاني أنا انتهي، أنا ضيع. أنا لولا فلان في الشركة، الشركة تتدمر. في حاجة في الحياة مهمة قوي، احفظوها مني. والله والله يا ابني انت وكلكم ولادي، يعني احفظوها مني. لا يوجد أحد لا يستغنى عنه. لو بقى في إنسان في حياتك ما تقدرش تعيش من غيره، لو مات أو باعك انت انتهيت. اوعى تعمل كده.
ده النبي ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تعملش في نفسك كده، ده خطر جدا. يبقى تاني شكرا يا كندا إنك رسمتيها. ها، أول حاجة احتياجات. ماشي، احتياجات. هنجري على الإيه؟ إحنا ده في السيناريو الأولاني مفيش توكل. علم النفس الإيجابي، أسباب يحصل إيه؟ تعلق بالإيه؟ بالسبب. تعلق غير طبيعي بالسبب، ما أقدرش أستغنى عنه وما أقدرش أعيش من غيره. فجأة ينقطع السبب، ده في السلسلة. ليه ينقطع السبب؟ لأن الدنيا كده، لأنه لا يوجد شيء في الدنيا يدوم، كله لازم يتقطع، كل حاجة لها مرحلة وبتقف. إنك ميت وإنهم ميتون، ليه ربنا بيقول لنا كده؟ كل نفس ذائقة الموت، علشان نبقى فاهمين من ضمنها. خلي بالك، عشان كده يقول لك للآباء اللي أولادهم معتمدين عليهم اعتماد كلي، ما تعملش كده في أولاد، غلط. عند انقصاع السبب هيتعبوا، ما تعملش كده، لازم يعتمدوا على نفسهم وانت موجود بتزق، بس الاعتماد الكلي ده خطر، هيتدمروا نفسيا. يبقى تاني احتياجات، بندور على الأسباب، تعلق بالسبب، انقطاع السبب. يحصل ايه عند انقطاع السبب؟ يحصل النقطة الخامسة، صدمة نفسية. صدمة نفسية واهتزاز، مسكين اللي عايش من غير توكل. والصدمة النفسية دي تطول أو تقصر على حسب إيه؟ على حسب إيه؟ مدى تعلقك بالسبب ومديله قيمة قد إيه. كل ما كان التعلق خرافي تطول المدة، وعلم النفس بيقول لك لو زادت عن 6 أشهر بقى مرض، أنت بقيت مريض نفسيا، صدمة نفسية. طيب بعد الصدمة النفسية يحصل إيه؟ السلسلة مكملة مع علم النفس الإيجابي، يبدأ يبحث عن بديل. صح، النقطة السادسة. يبقى تاني احتياجات، الاحتياجات دي تتحول لأسباب، الأسباب تتحول إلى تعلق وتديله قيمة، تضخم قيمته. يحصل انقطاع للسبب، يحصل صدمة نفسية، يحصل بحث عن بديل. طب ما خلاص خلصنا كده ونلاقي بديل تاني؟ لا يا حبيبي، مش بالسهولة دي، لأن في اختبار هنا رباني، مش هتلاقي البديل بسهولة. هو أصلا لو كان في بديل ما كنتش هتتعلق بالسبب، كنت هتوزع بين الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني، بين المحامي الفلاني والمحامي الفلاني. ده أنت بتلاقي نفسك فجأة انقطعت الأسباب ومش عارف تعمل إيه، غير تخطيط. وأحيانا هتلاقي بديل بس مش على طول. مسكين البني آدم فيستمر في حالة الاهتزاز، مسكين البني آدم من غير توكل، فيبدأ يدور على إيه؟ آخر خطوة، طب أنا مش لاقي بديل للسبب، طب إيه مسبب السبب؟ حلوة، يعني على فكرة كلام منطقي، يعني حتى تصرف النظر إنه من علم النفس الإيجابي، كلام منطقي. طب يقفز العقل خطوة ويقولك طب خلاص مش لاقي بديل للسبب بتاعي، طب إيه مسبب السبب؟ فيبقى عنده 3 احتمالات. الاحتمال الأولاني الصدفة، أنا نجحت صدفة، أنا لولا عم فلان اللي عيني في الشركة الفلانية أنا ما كنتش هنجح، فأنا ما أعرفش عيدها تاني، أنا انتهيت، يتدمر. أنا ما أعرفش أعمل فلوس تاني، أنا عملتها صدفة، أنا مش هعرف أعملها تاني، أنا مش هعرف أنجح تاني، أنا نجحت صدفة. الصدفة هو الاختيار الأولاني، فمسكين يعني خلاص يكمل حياته بقى من دمر. أنا من غير أبويا اللي مات ما أقدرش أعيش، فيتدمر، يفقد الثقة خلاص. تخيل ده كل ده لسه ما دخلناش التوكل. مسكين البني آدم من غير السند، ليه تعمل كده في نفسك؟ طيب البديل التاني يا علم النفس، قول لنا البديل التاني. البديل التاني مسبب السبب إيه؟ أنا. أنا اللي نجحت وأقدر أعملها 100 مرة، ورجال أعمال كتير على فكرة بينجحوا تاني مرة وتالت مرة بالطريقة دي. أنا زي ما عملت الفلوس أول مرة أعرف أعملها تاني مرة، أنا زي ما نجحت أول مرة، أنا قدراتي وذكائي، أنا 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 أنا، وممكن ينجح. بس في مشكلة خطيرة، إنه بيدي لنفسه جرعات كبيرة من الأنا عشان يقدر يواجه انقطاع السبب، فيحصل تضخم للأنا. سايد افكت، عارف ال طب وإيه اللي هيحصل لو تضخم الأنا؟ لازم هتقع على جدور رقبتك. يقول لك إزاي فلان الفلاني الذكي ده عمل الغلطة دي؟ غلطة غبية جدا، تضخمت الأنا. تسمعوا عن مشاهير وعمل غلطة يقول لك مش معقولة غلط الغلطة دي، تضخمت الأنا. أول ما تتضخم الأنا تضيع،
تنهار. السيلف استيم والثقه في النفس حاجه حلوه وتقدير الذات حاجه حلوه، لكن انت عمال تدي لنفسك جرعات فوق تحملها، فوق حقيقتها، عشان مش عايز تروح لمسبب الاسباب العظيم اللي يساعدك. ومع تقدير الذات وكل حاجه، انا مش ضد تقدير الذات، بس المبالغه فيها هتحولك لانسان متكبر، شايف نفسك انت مصدر الكون وانت مش مصدر الكون. عشان كده تلاقي الغرب عندهم افلام سوبرمان وجيمس بوند وكده، انا استطيع ان اقهر الكون. او ممكن يحصل له حاجه تانية في الانا دي، هو انت فاكر انك هتقدر على القدر؟ سور القدر اعلى منك، يجي مره في الانا ما تجيش، ما يعرفش يعملها تاني لان قدر ربنا اقوى، فينهار. مسكين البني ادم، والله مسكين من غير توكل. يبقى علم النفس بيقول لك انقطعت الاسباب، عندك ثلاث بدائل، دي الرسمه كامله. البديل هنا في الاخر يا اما الصدفه، ايه الاحتمالات الثلاثه؟ ايه مسبب السبب؟ يا الصدفه يا الانا. انا كتبت هنا الله، بس هم علم النفس الايجابي ما قالش كده، او ان هناك قوه روحيه كبيره تعطيك القوه لتستمر. يعني لفيت ولفيت ورجعت على التوكل، نفس المعنى وراحوا في الاخر على الايه؟ على التوكل. هيروحوا فين؟ هتروح فين من ربنا؟ عارف الايه اللي بتقول فاين تذهبون؟ اما بسيطه بشكل، هتروح فين؟ هتلف تلف تلف، هتروح فين؟ فاين تذهبون؟ حد عارف في سوره ايه؟ سوره التكوير. طيب يبقى دي الرسمه بتاعت علم النفس، ده السيناريو الايه؟ الاولاني. عرفت الاحتياجات بتحصل فيها ايه في دماغك؟ انت عقلك الباطن بيشتغل كده اهو. انت عقلك الباطن، مين هيحتفظ بالورقه دي في الاخر؟ شفت اول، والله كنت حديها الاول واحد يقول انا حقك.